مباشرة الآن إلى مقر المجلس الشعبي الوطني بالعاصمة، اليوم المصادقة على مشاريع عدد من القوانين، يلتحق بنا من هناك زميل أحمد مداني. صباح الخير أحمد، مرحبا. صباح النور زميلي هارون. طبعا كما أشرت سابقا، نحن الآن متواجدون أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، أين يواصل أشغاله اليوم للمصادقة على مختلف مشاريع القوانين العضوية. يأتي في مقدمتها قانون تسوية الميزانية لسنة 2013، وكذلك قانون المستخدمين العسكريين وضباط الاحتياط الذي أثار جدلا كبيرا إعلاميا وسياسيا، وكذلك قانون ترقية الاستثمار، وكذلك القانون المنظم بين مجلس الأمة والبرلمان والعلاقات الوظيفية مع الحكومة. طبعا السمة لهذه القوانين جاءت ذات طبيعة استعجالية، في حوالي أقل من أسبوع تم مناقشتها على مستوى اللجان، وكذلك اليوم سوف يصوت ويصادق على أكثر من 6 مشاريع قوانين. لتسليط الضوء أكثر على هذا اليوم، يوم المصادقة، يحضر معي ضيفاي. على يميني السيد إلياس سعدي نائب عن الأفلان، وعلى يساري السيد الأخضر بن خلاف رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية. سيدي أولا صباح النور. صباح الخير عليكم. طبعا أنتم نائب تمثلون حزب الأغلبية والقوة السياسية الأولى في البلاد. طبعا السؤال يطرح نفسه بإلحاح، الطبيعة الاستعجالية لأجندة هذه المشاريع والمصادقة عليها، كيف تفسرونها في الأفلان؟ على كل حال، احنا بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير المشاهد الكريم. احنا بالنسبة لجبهة التحرير الوطني أمور عادية. اليوم كان ما ننساوش باللي كان دستور اللي عندها حوالي واحد شهرين ولا 3 شهور، زيد اليوم كاين قوانين العضويه اللي رانا رايحين بها كما يقول لك منا حتى المعتصم طنبوله، بالنسبه لنا شيء عادي. واليوم الامور جبهه التحرير الوطني، احنا الانسان ما لازم ما يتسرعش ولا قال الامور باللي راهي تما فات الوقت ولا نو، هي راهي في وقتها. ما ننساوش باللي كاين انتخابات 2017، الامور هذه توجد في هذه المرحله هذه، باسكو من سبتمبر الفوق تكون امور قوانين جديده ان شاء الله في الدوره الجايه ان شاء الله. شكرا. اذا السيد بن خلاف كما تفضل زميلك داخل قبه زيغود يوسف وصفها بالقوانين العاديه، وتاتي وتندرج في اطار مطابقه هذه القوانين مع مخرجات التعديل الدستوري الجديد، ما هو تعليقكم؟ هو ان هذه القوانين جاءت بصفه الاستعجال كما طالبت الحكومه من خلال مراسلتها للمجلس الشعبي الوطني. السؤال الذي يطرح ان تعديل الدستور تم يوم 7 فبراير 2016، لماذا لم تأتي هذه القوانين خلال 5 أشهر اليوم؟ يتركون الآن شهر رمضان الذي يتغيب فيه النواب والذين يتغيبون في سائر الأيام والشهور، ففي رمضان يكون الغياب أكثر، ويأتون بهذه القوانين المهمة، خاصة قانون الانتخابات والقانون الذي ينظم العلاقة بين الغرفتين والحكومة إلى غير ذلك، وقانون الانتخابات وقانون الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، وقانون كذلك المتعلق بالعسكريين المتقاعدين إلى غير ذلك في مثل هذه الظروف. هذه القوانين هي قوانين مهمة جدا، فهي التي تحدد معالم الخارطة السياسية مستقبلا، وكيف يتعامل مع المؤسسات والهيئات التي انبثقت عن التعديل الدستوري الأخير. كان الأولى أن هذه القوانين تأخذ مجراها الطبيعي والعادي في المناقشة باحترام الأجال القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، لأن الاستعجال يلغي جميع الأجال القانونية المحددة في النظام الداخلي. وعلى هذا الأساس توصلنا مثلا البارحة ونحن نناقش قانون الانتخابات، بدأنا النقاش والتقرير التمهيدي لم يصلنا، كما كان الشأن كذلك بالنسبة لتعديل القانون 99/02 المتعلق بنظام الغرفتين والحكومة، بدأنا النقاش والتقرير التمهيدي لم يأتي. ولهذا الأساس هذه المناقشة بالجملة أنقرو
لم تقع إلا هذه المرة وفي هذه العهدة بالذات وعن طريق هذه القوانين المهمة والخطيرة في نفس الوقت، لأنها هي التي تحدد المعالم الكبرى للخارطة السياسية وتعامل المؤسسات فيما بينها من خلال تكييف القوانين التي انبثقت عن الدستور الجديد. فنحن اليوم بحاجة إلى وقت كافي لدراسة هذه القوانين مع النواب والخبراء وتقديم التعديلات الجوهرية كذلك. فاليوم نحن نعمل في الصباح وفي المساء، وفي نفس العمل نحن اليوم سنصوت على القوانين، ولكن هناك لجان تعمل في نفس الوقت. اللجنة القانونية الآن هي تعمل وتدرس التعديلات المتعلقة بقانون الانتخابات الذي درسناها البارحة وقدمنا التعديلات التي انتهت في هذه اللحظات، ومن ثم كيف يمكن للنائب أن يقوم بثلاث مهام أو ربع مهام في نفس الوقت، وهذا في الحقيقة مقصود لتفويت الفرصة على النواب وعلى المجلس الشعبي الوطني لدراسة هذه القوانين حق الدراسة وتمرير هذه القوانين بهذا الشكل، يبقى مطعون فيه لأننا لم نناقش يعني قوانين مثل هذه القوانين التي نناقشها اليوم. نرى مثلا قانون تسوية الميزانية عنده سنة وهو موجود هنا في مكتب المجلس، لماذا لم يدرس؟ نعم يا شيخ، لماذا لم يدرس هذا القانون؟ ولماذا لم نصادق عليه في الوقت المناسب؟ يأتي اليوم ويدخلونه مع هذه القوانين التي قلت أن فيها تحدد يعني المسؤولية الكبيرة للنواب. وعلى هذا الأساس نحن كنواب المعارضة وحتى مع نواب الموالاة بدأنا نقاشات جريئة وجدية لتحميل المسؤولية لنواب الموالاة على الأقل بالنسبة لقانون الانتخابات الذي يقصي الأحزاب من المشاركة السياسية سواء الجديدة أو القديمة، ويعطي الفرصة إلا لحزب واحد وهو الذي له التمثيل على مستوى بلديات القطر الجزائري، وهذا لإيجاد مخرج لإلغاء على الأقل المواد المقصية للأحزاب خاصة المادة 73 والمادة 74. وهناك استجابة اليوم من طرف إخواننا النواب يعني في جبهة التحرير الوطني، والذين قدموا تعديلات اليوم بحذف هذه المواد يعني المجحفة في حق الأحزاب. ما نتمناه أن اللجنة تدرس يعني بجدية هذه المواد وتدرس هذه التعديلات التي تقدموا بها هم ونحن كذلك لإلغاء هذه المهزلة التي تصيب الخارطة السياسية مستقبلا وتعد توقيف للمسار الديمقراطي ثاني بعد التوقيف الأول للأسف الشديد. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام وكذلك زميلي بلال، بين ترحيب المعارضة وتحفظ بين ترحيب الموالاة وتحفظ المعارضة حول الطبيعة الاستعجالية لبرمجة هذه القوانين وعرضها اليوم للمصادقة، حوالي أكثر من 6 قوانين. للإشارة فقط زميلي بلال، منذ قليل بدأ الاستماع إلى مختلف التقارير لمختلف اللجان حول القوانين العضوية. إذن مشاهدينا الكرام وزميلي هارون، سنوافيكم أول بأول حول مجريات التصويت والمصادقة على مختلف مشاريع القوانين. شكرا جزيلا لك أحمد مدني، موفى تلفزيون النهار إلى مقر المجلس الشعبي الوطني في العاصمة.